أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، يتحرك الشوط 13 في مجموع أشواطنا، وأرحب أيضا بزميلي محمد بن سعيد بن معدن. بعد فترة رقاها وإجازة لمدة شهر عاد أيضا إلى عمله وإلى مجاله وإلى الميكروفون، فلك الميكروفون يا أبو سعيد، واصل التعليق على أحداث هذا الشوط. شكرا لزميلي سالم بركاض العليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، قبل لحظات بحفظ الله ورعايته وتوفيقه انطلق الشوط 13 خاص بالجعدان المحليات الأصايل لأبناء القبائل، انطلاقة موفقة وسليمة بإذن الله. بنعود إلى مقدمة الشوط، نرى في المركز الأول اللي هو حشيم ماخذ المركز الأول، السيد مطر بن عيد بالكوس ماخذ المركز الاول، لكن من الجنب الثاني اللي غير وخذ المركز الاول مياس، السيد سعيد بن سهيل بن دريوي المركز الثالث. بنشوف المركز الثالث اللي قادم مشاهدينا الاعزاء اللي هو حشيم، السيد محمد بن سعيد بن سليم ماخذ المركز الثالث، والمركز الرابع هناك الطاغي خذ المركز الرابع، السيد مطر بن محمد بضبيعه ماخذ المركز الرابع، والمركز الخامس عندك يا ابو علي هناك ياخذ المركز الخامس مدهش للسيد عتيج، ولا همام للسيد عتيج بن علي برخفيه لسالم بن عتيج برخفيه ياخذ المركز الخامس. المركز السادس هني، المركز السادس مشاهدي الكرام اللي ياخذ المركز السادس بنشوف هني وبران للسيد محمد بن راشد بن مرخان ماخذ المركز، ولا محمد بن راشد بن سرداح اللي ماخذ المركز السادس. المركز السابع اللي يحمل رقم 24 شمعدان لسيد جمعه بن عبد الله بن واس، المركز السابع بنشوف المركز السابع شاهين لسيد سالم بن مطر بن حاذه اخذ المركز الثامن، والمركز التاسع بنشوف المركز التاسع هاملون لسيد عبد الله بن عامري اخذ المركز التاسع، والمركز العاشر ضبيان للسيد عبد الله بن راشد بن صرود اللي ماخذ المركز العاجل. هذه النتيجه ايها الاخوه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام من العشره المراكز الاولى. بنعود الى مقدمه الشوط، بنعود هناك مياس اللي ماخذ المركز الاول، لسيد سعيد بن سهيل بن دريوي ماخذ المركز الاول، بينما المركز الثاني اصبح من نصيبه حشيم، للسيد مطار بن عيد بكوس الفلاسي ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث اللي هو حشيم للسيد محمد بن سعيد بن سليم ماخذ المركز الثالث، والمركز الرابع بنشوف المركز الرابع وبران للسيد محمد بن راشد بن سرداح ماخذ المركز الرابع، والمركز الخامس هناك الطاغي للسيد مطر بن عبيد بن محمد بضبيعه ماخذ المركز الخامس، والمركز السادس مشاهدي الكرام شاهين للسيد سالم بن مطار بن حاذة ماخذ المركز السادس، والمركز السابع عندك يا عتيج يا بن علي بن خفية ماخذ المركز السابع، والمركز الثامن شمعدان للسيد يمعة بن عبد الله بن علي بن واس الجتبي ماخذ المركز السابع، والمركز الثامن مشاهدي الكرام هاملون السيد عبد الله بن متعب بالعامري ماخذ المركز الثامن، والمركز التاسع بنشوف المركز التاسع ضبيان السيد عبد الله بن راشد بن صرود ماخذ المركز التاسع، والمركز العاشر بنشوف المركز العاشر اللي هو ناصي للسيد خلفان بن مصبح الرزي. هذه النتيجه للعشره المراكز الاولى مشاهدينا الكرام، ولا زال مياس ماخذ المركز الاول مشاهدينا الكرام، للسيد سعيد بن سهيل بن دريوي ماخذ المركز الاول. يلا يا ابو راشد يلا خليك مع مياس على المركز الاول على مقدمه الشوط من بدايه الانطلاقه مشاهدينا الكرام، وهو ماخذ المركز الاول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، المركز الثاني اصبح من نصيبه حشيم لسيد محمد، المركز الثاني لسيد مطر بن عيد بكوس مشاهدي الكرام الفلاسي ماخذ المركز الثالث والمركز الثالث وبران لسيد محمد بن راشد بن سرداح ماخذ المركز الثالث، والمركز الرابع اللي قادم ناصي لسيد خلفان بن مصبح الرز الشامسي ماخذ المركز الرابع، والمركز الخامس
بابيان للسيد عبد الله بن راشد بن سرود المنصوري ماخذ المركز الخامس والمركز السادس. مشاهدينا الكرام المركز السادس مشاهدينا الاعزاء من الجنب الثاني بنشوف يا علي ساير بن شوي ساير بن علي بنشوف مياس للسيد حمد بن سالم بن سليم ماخذ المركز السادس والمركز السابع سابع المراكز. مشاهدينا الكرام اللي قادم عجيب للسيد احمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان ماخذ المركز السابع والمركز الثامن. على العموم على كل حال خلونا مع المركز الاول خلونا مع التحدي خلونا مع هناك مياس مياس اللي ماخذ المركز الاول. يا سلام عليك يا ابو راشد يا سلام عليك يا ابو راشد هناك مياس اللي ماخذ المركز الاول. مشاهدين الكرام للسيد سعيد بن سعيد بن دليوي ماخذ المركز الاول والمركز الثاني اصبح من نصيبه حشيم السيد مطر بن عيد بكوس ماخذ المركز الثاني والمركز الثالث. مشاهدي الكرام ناصي بن خلفان بن مصبح الرزي مشاهدي الكرام المركز هناك المركز الرابع وبران للسيد محمد بن راشد بن سرداح ماخذ المركز الرابع والمركز الخامس. اللي قادم ميات السيد حمد بن سالم بن سليم والمركز السابع المركز السابع هناك المركز السابع ظبيان للسيد عبد الله بن راشد بن سرود. هذه النتيجة مشاهدي الكرام للست المراكز الأولى. لكن وين الكيلو والمتر الأخير الكيلو والمتر الأخير إخوان شمة يا بعدي يلا يلا بنشوف بنشوف هناك على المركز الأول على مقدمة الشوط يلا يلا يا بن عيد يا بالكوس يلا يلا يا سعيد يا بن سيلي بن دليوي يلا خلي هناك خلوكم هناك على المراكز الأولى. مشاهدي الكرام لا زال مياس لا زال مياس محتفظ بالمركز الأول ماخذ المركز الأول السيد سعيد بن سهيل بن دليوي. يا سلام عليك يا ابو راشد المركز الثاني ناصي قادم مشاهدينا الكرام ناصي قادم لكن من الجنب الثاني من الجنب الثاني مشاهدينا الكرام من الجنب الثاني هناك هناك اللي هو حشيم للسيد مطر بن عيد الفلاسي ماخذ المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا الكرام ناصي للسيد خلفان بن مصبح الشامسي ماخذ المركز الثالث. على العموم على كل حال خلوني مع مياس خلوني مع مياس سلالة مياس مشاهدينا الكرام انتاج اكيد انتاج الروية انتاج الروية اكيد هذا السلالة مشاهدينا الكرام مياس مشاهدينا الاعزاء. ولكن ها دير بالك يا ابو راشد دير بالك يا ابو راشد دير بالك يا ابو راشد حشيم واصل واصل حشيم لكن خلاص خلاص 200 متر ما تبقى عن خط النهاية. هناك سلام يا الهباب سلام سلام يا الهباب سلام سلام يا ند الشبه سلام تهانينا والناموس من قلوب الجميع لسيد سعيد بن سهيل بن دليوي على فوز مياس بالمركز الأول. سار راس وانتهى راس مشاهدينا الكرام وتاهيله في هذا الشوط المركز الثاني. حشيم لسيد مطار بالكوس بن عيد الفلاسي والمركز الثالث. محمد بن راشد بن زرداح المركز الرابع. ناصي لخلوان بن مصبح الشامسي. على العموم على كل حال ثمان دقائق مشاهدينا الكرام ثمان دقائق بلوها والتمام مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي على فوز مياس بالمركز الاول وتهانينا والناموس للجميع.